دي هنعمله دلوقتي الكنافه كونو. كنافه كونو طبعا. خدي بقى عود، خدي دي انا هنظبط لك انا حاجه ثانيه. تمام مفيش مشكله. كنافه كونو ده يعني الكونو حبيبه الاطفال. يعني هنشوف الاول وبعدين انا اعمل. ماشي. يعني بسم الله. بصي حضرتك من اوله لاخره صح؟ لا لا بالراحه بالراحه في البدايه. تمام في البدايه عايزه تتمسك شويه عشان ما هو الجويندي يا جماعه جايبين لي جويندي كبير حرام عليكم. كنافه معانا بتتعمل بالالوان كلها صح؟ طبعا بالالوان كلها زي ما انت عايزه زي ما انت عايزه. يا نهار ابيض. بس لا 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 لا, لا, لا. بالراحه بالراحه. هي بتضحك عليا كده والله. لا بالراحه بالراحه. هي اي حاجه عمرها ما تيجي من مره واحده. بصي حضرتك هي البدايه بتاعتك صح؟ بصي بصي تمام. بصي حضرتك دي البدايه اهي لاي واحد لاي ست بيت انا بدات اهو. هتبداي تلف الطرف على الطرف. لا خلاص طرف الكنافه. بص عشان ايه برضو عشان لما تيجي تطلعيها ما تنكسرش منك. فاهماني؟ لما تيجي تطلعيها بالمنظر ده ما تنكسرش منك. بصي حضرتك الطرف ده. بصي بقى بتاعتي احسن من بتاعتك ازاي؟ اكيد طبعا. بص بص الطرف ده لازم ده ينزل على ده. عشان ايه يدي المنظر ايه المتماسك عشان في الاخر يكون معانا ايه المنظر الجميل ده. ايه محتاسه برضه؟ لا لا كده تمام ولا ايه؟ هي كبيره شويه. حاولي تخف الكنافه عشان ما تبقاش الكنافه يعني هي اللي طويله ولا لا؟ خف الكنافه شويه. خف الكنافه في اللف بتاعتك. وشدي اضغطي. يعني انت البدايه بتاعتك كويس. اضغطي بقى اضغطي جامد. جامد جامد بس ايوه. وتشيل الحته الزياده اللي فيها دي كده. تمام خلاص كده نحطها ببعضها. وتقفليها القفل بتاعتك عشان ما ايه ما ترجعش كمان واحد تاني. هنعمله كمان واحد. خدي ده. تمام. ثانيه واحده شوفوا معانا يا جماعه علشان بجد لفتها كده حاساها سهله بس لا هي البدايه بتاعتك. هي البدايه بس عشان تكون سهله معاكي. البدايه بتاعتك لازم تكون مظبوطه. عشان الكنافه اصلا بتحب يعني عايزه متسع من الايه من المكان عشان تقدر تلف فيها. لا طرق ياما وشغلها ياما كتير. انا عشان بسم الله ما شاء الله. لا يعني واشكال رمضانيه جميله بجد. هي رمضان بيحب الكنافه عموما يعني في اي مكان. يعني انزلي اي مكان ايا كان بسم الله ما شاء الله قبل رمضان بيومين. جميله تمام. جميله شفتوها يا جماعه؟ لا لا خلاص بقى حسنا شفت اللفه خلاص. جميله بسم الله ما شاء الله. برضو تخلي بالك من السوا بتاعها. تمام خلي بالك من السوا بتاعها. اوكي تمام يعني كده. مش بتحتاج برضو كسوه كتير. لا لا هي الكنافه عموما كده. الكنافه عموما كده في السوا بتاعها. لازم تكون ايه تكون ما تكونش يعني عشان انت برضك لفه راق بسيط خالص في الايه في الكنافه شويه. تعالي تمام.